وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم بحادث التصادم الذي وقع بمحافظة المفرق الأردنية بين سيارة نقل وميكروباص، وتسبب في مسرع 7 عمال من أبناء محافظة الفيوم وإصابة 2 آخرين. وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات تسلم الجثامين التي وصلت على متن طائرة الخطوط الأردنية وتسليمهم إلى ذويهم، وشهدت قرية البضائع انهيار أهالي المتوفين فور رؤيتهم للجثامين. قالت نورهان العشري شقيقة المحامية عز العشري أن مشاجرة بين شقيقتها وأمين شرطة بقسم المعصرة بحلوان نشبت عصر اليوم بسبب محاولته دخول الجراج الخاص بها أسفل منزلها وفتحه، وأشارت أنه كان برفقة أمين الشرطة شخص آخر تعدى على شقيقتها بعد محاولتها معرفة سبب تواجد الأمين أسفل الجراج ومحاولته الدخول. وأضافت أنه بمجرد وصول شقيقتها إلى القسم لتحرير محضر ضد أمين الشرطة الذي قام بالتعدي عليها، رفض أمين شرطة آخر من قوة القسم تحرير محضر قائلا لها: يعني هنعمل محضر في زميلي. وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما وبين الأمناء، فقاموا بالتعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ نابية. وأشارت نورهان بعد ذلك: لم نعثر على شقيقتي وهي محتجزة داخل القسم الآن، مما أدى إلى تجمهر الأهالي أمام القسم، وجاء مدير الأمن إلى القسم ولم يقم بحل الأمر. وتدخل أعضاء نقابة المحامين لتهدئة الأمر حتى لا يتفاقم، ونحن نريد معرفة مكان شقيقتي. أعلنت النيابة العامة في بلجيكا إطلاق سراح فيصل شيفو أحد المشتبه بهم في الضلوع بتنفيذ تفجيرات بروكسل. وقالت النيابة في بيان صادر عنها اليوم أن الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات لدى اعتقال شيفو لم يتم التأكد من صحتها خلال تحقيقات، مما دفع قاضي تحقيقات للإفراج عنه. أكدت وسائل الإعلام الألمانية أن صورة السيلفي التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشبيه لنجم الشعراوي المشتبه به الثالث في هجمات بروكسل كاذبة وغير حقيقية. وأشارت صحيفة ABC الأسبانية إلى أنه عندما زارت ميركل مركز إيواء للاجئين في برلين في 10 سبتمبر الماضي، التقط عدد من اللاجئين صور سيلفي معها، وانتشرت هذه الصور في وسائل الإعلام. وأخيرا لفت مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن أحد هؤلاء يشبه نجم شعراوي المشتبه فيه الثالث الهارب بهجمات بروكسل. أكد اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار عدم تلقي الإدارة أي طلبات لتنظيم فعالية تحت عنوان الفري هاج أو يوم الحضن أول الشهر المقبل. وأضاف شاهين أن مثل هذه الدعوات لا يتم الموافقة عليها لتعارضها مع القوانين المصرية، مشيرا إلى أن من يخالف هذه القوانين ويشارك بتنظيم مثل هذه الفعاليات سيتم ضبطه وتقديمه للنيابة. تعرضت الفنانة فيفي عبدو لوعكة صحية شديدة بعد تناولها دواء خاطئا، وحذرت جمهورها من الوقوع في نفس الخطأ. وكتبت فيفي على حسابها عبر الانستجرام: عاوز اقول لكم كل غلطة وانا طيبة، اوعى حد ياخد اي دواء الا لما يرجع للدكتور ويقرأ النشرة بتاعته كويس جدا، لاني خدت دواء من واحدة صاحبتي بثق فيها جدا، لكن الدواء طلع بتاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ، وخلاني مش قادرة اتكلم ولا اتحرك، وخلاني ما روحش اشوف الفنانة شويكار ولا الفنان حسني شريف. وتابعت فيفي: انا بحمد ربنا على كل شيء، والحمد لله اني بقيت كويسة الى حد ما، والحمد لله على كل شيء وكل غلطة وانا طيبة، وما يقعش الا الشاطر. كرمت مدرسة سطنها الاعدادية والدة شهيدة الدستور ميادة اشرف، ومنحتها جائزة الام المثالية
وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل ميادة. ومنح صبري البشيري مدير المدرسة والدة الشهيدة جائزة الأم المثالية وشهادة تقدير. يذكر أن الصحفية ميادة أشرف استشهدت يوم 28 من مارس عام 2014 أثناء تغطيتها الاشتباكات التي وقعت بين الإخوان وقوات الأمن بمنطقة عين شمس العام قبل الماضي. زارت اليوم الدكتورة ليو ياندونغ نائب رئيس الوزراء الصيني لشؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة والوفد المصاحب لها منطقة الأهرامات الأثرية، ورافقها خلال زيارة الدكتور الحسيني عبد البصير مدير عام منطقة آثار الهرم على هامش زيارتها لمصر والتي بدأت منذ يومين. طعن مسلحان صاحب سنترال بطعنات عدة في أنحاء الجسد عندما اعترض طريقهما وقام بخطف حقيبة أموال بها مبلغ مالي كبير منهما، بعد أن قام بخطفها من ربة منزل عقب خروجها من أحد البنوك في شبين القناطر، وتمكن المجني عليه من أخذ الأموال منهما إلا أنهما قام بطعنه وفر هاربين، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى شبين القناطر العام وتسليم الحقيبة بالأموال لقسم الشرطة، وجاري ضبط المتهمين وتولت نيابة التحقيق. نشر صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو للحظة طعن سائح بريطاني برأسه خلال محاولة الهرب من عملية سطو في سان فرانسيسكو بأمريكا. وأفادت الصحيفة أن السائح توفي بعد شهر متأثرا بجراحه على إثر الطعنة التي تعرض لها، مشيرة إلى أن المتوفى كان يتجول برفقة ابنة أخيه في مركز المدينة لدى مهاجمة أحد اللصوص له وطارده في وسط الشارع قبل أن يوجه له طعنة قاتلة في الرأس. كشف مواطن سعودي بعد انتشار صورته تحت هاشتاج زوج يغطي زوجته بشماغه بمطعم سبب قيامه بالخطوة التي أثارت استغراب البعض، حيث قال: أقدمت على هذا العمل طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأفخر بذلك ولا أخجل منه. وأشار إلى أنه اعتاد تغطية مكان جلوس زوجته بشماغه كلما ذهب لتناول الطعام خارج منزلهما كي تأخذ زوجته راحتها، واصفا منتقديه بأنهم أشخاص يقل عندهم الوازع الديني. أشكر جميع من أثنى خيرا على هذا الأمر، وأكل إلى الله عز وجل كل من انتقص أو قدح في هذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى. وهذه منقبة أسأل الله جل وعلا أن يكتبها لنا في ميزان حسناتنا، وأن لا يحرمنا الأجر بانتشار هذا المقطع، وإنما يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على الحق وعلى الصراط المستقيم حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكوى لشخص يدعى رضا التلاوي يشكو فيها من تجاهل المسؤولين لانهيار سور بكورنيش فاقوس أمام المدرسة الثانوية بنات وأمام المحكمة بفاقوس وطريق مجلس المدينة، لافتا إلى مرور رئيس مجلس المدينة يوميا من الطريق. وأضاف أن الانهيار يشكل خطرا على المرة والأطفال، حيث توجد أمام سور المنهار مدرسة الشهيد هشام الابتدائية، ويلعب الأطفال أمام المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مما يعرض حياتهم للخطر. تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يرقص في فناء مدرسته على أغنية انت معلم، ويندمج مع الأغنية إلى حد يجعله يؤدي بعض الحركات الغريبة. وتقول التعليقات على الفيديو أنه تم تصويره في إحدى حفلات عيد الأم بمدرسة مصرية.